ومن الفوائد وهي سنة مهجورة أن من أراد أن يبيع أرضه أو أن يبيع بيته وليس هناك شراكة بينه وبين جاره الذي هو ملاصق له، السنة عليه أن يعرضه عليه، ليس بواجب، لكن من السنة إذا أردت أن تبيع بيتك أو أن تبيع أرضك عليك أن تعرضها أو أن تعرض بيتك على جارك الملاصق لك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من كانت له أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره.